نيني بيغويلون دولا كرة بالراس والهدف الأول، الهدف الأول إيرفينغ التركي ينجح في تسجيل هدف التعادل لنادي باريس سان جيرمان مع انطلاق المباراة. مفلوت إيرفينغ من تمريرة راقية من رجل نيني دي كارفاليو يسجل هدف التعادل، هدفان في هذه المباراة على بعد 7 دقائق من نهاية الجولة الأولى. مفلوت إيرفينغ التركي الأصل الفرنسي الجنسية، ولو أنه يعلم يلعب مع المنتخب التركي، يسجل هدفا آخرا يضيفه لرصيده المميز من الأهداف. 21 مباراة ما سجلش أهداف كثيرة في كل المسابقات اللي لعبها البي إس جي في كل اليوروبا ليج وفي البطولة الفرنسية وفي كأس العصبة أيضا سجل 4 أهداف